فيلم حرب، ما كانش حرب، كان كازابلانكا. اه كازابلانكا اشتغلت. اه اتكلمنا كده عنه. اشتغلت فيه لا هو كان فيه انا عملت فيه كذا مطارده و بتاعت المينا مثلا كنت بتعملها ولا عامل ايه؟ اه بتاعت العربيه لما طارت من المركب وما نزلت اقتريت، يعني اقتريت العربيه الفي 8 اللي كانت موجوده في الفيلم كلها، هي والعربيه الدوبلير بتاعتها كانوا انا اللي مسؤول عنهم. وفي تاتشات بقى، وتاتشات طبعا المخرج، وتاتشات يعني الناس اللي موجوده معايا. دماغ امير كرارة افصل عسل برضه، من الناس اللي هو الله اكبر عليه، يعني بيحب السواقه وبيحب العربيات وبيطلع باور برضه. مفتري بقى رجله تقيله. لا مش كده، في 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 ناس بتشتغل معاك بتريحك. وفي ناس سوري انا لسه شغال، ممكن مش انا مش بعيد في حد، بس انا اقول انا لسه بشتغل مع حد في اعلان ولسه ممثل مبتدئ داخل علي. انا شغلت الشغلانه بتاعتي دي بقى من وانا عندي 16 سنه وبيجي لي كل ناس من بره مصر من كل حته، فانا مش بقيس البني ادم بنجوميته، انا كده كده اصلا يعني صديقي واخويا نجم من زمن من زمن، فعرفت يعني ايه اصلا اتعامل مع نجم، يعني ايه اتعامل مع مش هجري وراه و ما فيش الكلام ده ولا حد من الرجاله بتاعتي ولا الكلام ده كله. انت ليك شغلك وانا ليا شغلي، هتقدر شغلنا هنعمله، مش هتقدر شغلنا ده لو هتدونا فلوس من هنا لبكره مش هنعمله. المنافسه مع عمرو ماكجايفر شايف؟ لا ده عمرو ده اخونا الكبير طبعا، ده عمرو ده صديق برده من زمان جدا، من وانا قد كده، من وانا في رابعه ابتدائي. اه طب بطل بطل طبعا. اه يعني بتشتغلوا سوا في حاجات ولا لا؟ لا لا ما هو في اتجاه وانت. اه انا واخد موضوع ال السينما ده مش انا مركز في حتتي طبعا، ولما اجي اركز في شغل تاني وافتح الكارير دوت واشد فيه انا والتيم بتاعي مش هنشتغل مع ام ار 1 بس، عشان ام ار 1 بتدينا حتتنا بكفايه النجم بيسمع احنا عايزين نعمل ايه، بياخد هو بيحب الناس الحرفيه اللي بتشتغل بايديها، بيحب الناس اللي عندها فكره، بيحب الناس اللي عندها موهبه، فبيدينا الحته دي. انت لو انت معايا وفي عندك فكره هيسمعها منك، ولو انت عامل فكره قد كده هتخليها قد كده عشان لقيت حد يزود الطاقه الايجابيه بتاعتك صح. لكن انا ببقى رايح باور ومعايا رجاله جايه من بره مصر بتحضر في عربيات بملايين وابطال، وفيها برضو ليها ليها اسمها وليها مشاهدين وليها يعني كل الكلام ده، وبيجوا بيبقوا عادي جدا عشان شغلهم. لكن ممكن بقى نيجي نلاقي حد ياخد فكرتنا وياخد شغلنا ويضيفه لنفسه؟ لا طبعا اكيد. اما الحاجه دي بتضايق جدا طبعا. انا حوار ولقيت حد اسمه نزل عليه قلب الدنيا. والله عملنا كتير. عملنا كتير وانا لا لا ما اقولش بقى زي ايه، عملنا كتير وخلاص واحنا عارفين احنا عملنا ايه. بقول لك انا شغال من يعني الرجاله اللي معايا دي بتنزل سباقات من وهم عندهم مثلا 19 سنه. يعني اول ما هو طلع رخصته كده من قبليها كان بينزل بينزل على طول وبينزل يكسب، مش بينزل حتى لو ما كسبش بيبقى تنافس للاخر. الا بقى لو عربيته باظت منه، لكن طول ما العربيه فيها ماشيه وبتتساق. وانا اوقات بنشوف كده تلاقي الار بي ام عالي قوي فضرب الموتور ده. لا مفيش ضرب موتور ضرب ايه بالونه معرفش، بس بنشوفها في فاست اند فيوريوس مثلا اللي هو عالي قوي فحرق. لا في جو اللي انت تسوق في سباق غير لما بتسوق اكشن، اصلا اكشن دي كلها شوطات صغيره. اه لا انا كان كسباق يعني السباق ده بيبقى نازل في جمهور، في ادرينالين عالي، في حرفنه هتطلع، في اللي انت معاك 20 متسابق مثلا انت بتتنافس معاهم. ففي موضوع تاني خالص يعني. انا جربت طبعا انا واصحابي التيم بتاعي واصحابي في الجو ده، احنا في الموضوع ده من احنا صغيرين بقى بالنسبه لنا عادي، زي ما بقول لك برده الفنانين بالنسبه لي عادي، فنان مقدره بموهبته وفنه، لابس ايه، راكب ايه، عامل ايه، هيعمل شغل معايا ايه، ما يشغلنيش. مش لا ما يشغلنيش. تمام. في جديد عندك تاني يا فندم؟ جديد اللي احنا ان شاء الله بنحضر لحاجه قويه جدا، وزي ما قلت لك احنا مش هنعمل شغل تاني الفتره دي او عامه ان شاء الله باذن الله فور ايفر يعني. ام ار 1 ان شاء الله باذن الله. حاجه بجنبك عشان بقى ايه الحوار ده جامد يا جماعه، بدوي عالمي وعامل شغل عالي طول عمرك. بص سيطره الحمد لله، فحوارنا حلو قوي مع بعض الحمد لله. شورت ترندات والدوي العالمي. لا يا عم الحمد لله. لا بجد وان شاء الله الحوار يعجبكم استنوني في فن شو. فن شو مع شورت ترندات. مع شورت ترندات ايه يا شورت ترندات؟ هو لك مكالمة ساعة حوار محي اسماعيل اللي قلب الدنيا. مين محي اسماعيل؟ والله ما اعرف. بص معلش انا في حته كده في جراشي يا اما في وترندات وشغل عالي
ورمضان كان ترند معانا كذا مره كده كده نمبر 1 ده كده 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 وانزل عندي على فني شوف بس خلاص ركبت ترند هو كده كده الله اكبر عليه ربنا يحميه ويكمل نجاحه ويكمل يا رب هو دايما طول ما هو بيختار ناس صح في شغلها هو دايما هينجح الحمد لله الحمد لله هو بيشرفنا فعلا يعني عمري ما رحت معاه مكان في حته الله ما بيشرفنا كلنا مش بيشرفنا انا كبير ولا بيشرف في الجمهور لا طبعا. بيشرف البلد كلها والله طبعا. بس ما فيش حد بياخد باله من الحته دي صح يعني يوم رمضان بيبقى قدامه الافات من الناس وشوف كم واحد بيبقى مش عايزه عشان هو مصري يبقى في الحته دي وكم واحد مش عايزه في الحته دي لا الله اكبر عليه بيطلع بيدعموه من بره عشان بس مجرد ان يبقى رمضان عندهم الله اكبر بيطلع والحمد لله الحمد لله الحمد لله عمره ما مجلة ولا الكلام ده ولا ايه لا لا طبعا انا بحبه بجد حلو ومتطلب جدا ان شاء الله شكرا حبيبي باذن الله